كيف نعمل غطاء من تيشيرتات قديمة؟ نحتاج إلى تيشيرتات قديمة، إبرة وخيط، مقص. للاستفادة من التيشيرتات القديمة وتحويلها لشيء جديد، جربوا الطريقة التالية. نقص التصاميم التي على التيشيرتات. نخيط جوانب التصاميم مع بعض من الخلف حتى نحصل على الحجم المناسب الذي نرغب به. أصبح الغطاء جاهز للاستعمال. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.